نتابع دلوقتي مع حضرتك يا دكتور أحمد لقطات مباشرة من جدة لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور هذه القمة، في استقباله طبعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لحضور هذه القمة، القمة الخليجية التي يشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن، ورئيس الوزراء العراقي أيضا مشارك في هذه القمة بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد عام ونصف من تنصيبه. وهنا نتساءل يا دكتور أحمد، البعض يرى بأن هذه الزيارة قد تبدو متأخرة بعض الشيء، ولكن يمكن في توضيح حضرتك دلوقتي أنت بتتكلم بتقول أنه نتيجة انشغال الولايات المتحدة الأمريكية عن الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، أرادت استعادة التوازن مرة أخرى في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الصراعات الحالية التي حدثت والتطورات التي حدثت التطورات العالمية. بالطبع هي زيارة مهمة، لكن دعني نقول أو نشير نقطة مهمة. يعني كنا شاهدنا خلال الأسابيع الماضية حركة مكثفة عربية قادتها مصر والرئيس السيسي فيما يعرف بدبلوماسية القمم العربية. يعني رأينا عدد من القمم، زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر، زيارة رئيس دولة قطر الأمير تميم لمصر، أيضا كان هناك زيارة قمة المصرية العمانية أيضا مهمة. كل هذا يعني عكس أهمية والتنسيق العربي لبلورة موقف عربي وموحد للتعامل مع هذه القمة والتحضير لها جيدا. بمعنى آخر أن اليوم القمة هي نتاج أو ترجمة لهذا التنسيق العربي الذي قامت به مصر في بلورة المواقف لتحديد مطالب كل طرف من الطرف الآخر. يعني ماذا يريد العرب الدول العربية من الرئيس بايدن اليوم، وماذا يريد الرئيس بايدن من الدول العربية اليوم. أعتقد أن هذا التنسيق العربي والقمم العربية التي قادتها مصر كان لها عمل مهم، لأن أولا جعل الدول العربية عظيم. إذن يعني كما نشاهد الآن على الهواء مباشرة حديث جانبي لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية التي شارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن ورئيس الوزراء العراقي وكذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول زيارة لي إلى الشرق الأوسط بعد عام ونصف من توليه المسؤولية. بدأ هذه الزيارة كما نعلم بفلسطين، ومن ثم وصل إلى جدة لهذه القمة، كما شاهدنا أيضا الأمير محمد بن سلمان وهو يستقبل الوفد المصري الذي سافر مع رئيس عبد الفتاح السيسي لحضور فعاليات هذه القمة. من المتوقع أن تكون هناك قمة أيضا مصرية أمريكية بعد هذه القمة التي ستعقد في جدة، ويشارك فيها زي ما قلت لحضراتكم مجموعة من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن وكذلك العراق. حديث جانبية تجمع رئيس عبد الفتاح السيسي الآن مع سمو الأمير محمد بن سلمان. طيب يعني عايزين نعرف من حضرتك ما الذي تأمله الولايات المتحدة من الدول العربية في ظل الأزمة، خلينا نقول أزمة الطاقة، وكان على رأس أولويات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمن أو أمن الطاقة من هذه الزيارة؟ يعني في الواقع أن أمن الطاقة العالمي أحد أبرز أهداف هذه الزيارة، في ظل يعني مركزية أيضا وأهمية دول الشرق الأوسط المملكة العربية السعودية والدول المنتجة للنفط، خاصة أن السعودية كانت دائما ما يسمى عامل ضابط توازن لاقتصاد الطاقة أو أمن الطاقة العالمي لتوازن سوق النفط العالمية. رأينا في حروب كثيرة وفي أزمات كثيرة لأن السعودية تعتبر من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط والدول البارزة في منظمة أوبك. وأعتقد أن كان أحد تداعيات أو يعني الأزمة الأوكرانية الروسية هو ارتفاع أسعار الطاقة عالميا حتى في أمريكا وارتفاع معدلات التضخم، كل هذا دفع أمريكا إلى التشاور والتنسيق والتعاون مع المملكة العربية السعودية لضبط أمن الطاقة. وأعتقد أمس في البيان المشترك يعني بين السعودية وبين أمريكا في عقاب القمة أو المحادثات التي أجراها الرئيس بايدن مع الملك سلمان ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أن تعاون البلدين في أمن الطاقة في تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، أعتقد أن هذا أحد أهم هذه الأهداف. لكن في اعتقادي أن هناك جملة كثيرة من الأهداف التي يسعى الرئيس بايدن، ويعني ومنها بالطبع هي ترميم العلاقات العربية الأمريكية وتأكيد التنسيق مع الدول المركزية مثل مصر، لأن دولة مثل مصر لديها محورية ولا يمكن أبدا الحديث عن أهداف أو أمريكا تحقق أهدافها في منطقة الشرق الأوسط دون أن تنسق مع مصر مع السعودية مع هذه الدول، لأن الشرق الأوسط الآن أصبح يعتبر هو الرقم مهم في المعادلات الدولية. هناك الآن صراع استراتيجي أكبر بين أمريكا من ناحية وروسيا والصين، وبالتالي هنا المنطقة تبنت منهج الحياد الإيجابي، المنطقة لم أو الدول العربية لم تنحاز للطرف ضد الطرف الآخر، ولكن هي تعزز مصالحها
بما توافق مع مصالح الشعوب العربية، وأيضا بما يعز المصلحة العربية الكبرى، لأن الدول العربية لديها شراكات مع أمريكا، مع أيضا مع الدول الأخرى، وهذا التنوع في الشراكات مهم جدا للمنطقة العربية. وهذا ما دفع الرئيس بايدن حقيقة إلى إعادة التركيز ومراجعة هذه السياسة الأمريكية السابقة وتصحيح الأخطاء والاهتمام مرة أخرى بالشرق الأوسط والاجتماع مع القادة البارزين في المنطقة على رسوم الرئيس السيسي وملك السعودية الملك سلمان. إذن ما زلنا نتابع مشاهدينا هذا اللقاء الجانبي ما بين والحديث الجانبي ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للتو لحضور هذه القمة، قمة جدة للأمن والتنمية التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإضافة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة أيضا إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي. مجموعة من الملفات ستكون حاضرة بقوة على أجندة هذه القمة، خاصة بعد عودة الولايات المتحدة الأمريكية للمشهد من جديد في الشرق الأوسط، بعد كما قال ضيفنا دكتور أحمد انسحاب واضح من الشرق الأوسط، لكنها تعود مرة أخرى نتيجة التطورات التي حصلت خلال الفترة الماضية. بالتأكيد القضية الفلسطينية ستكون على جدول أعمال هذه القمة.